طيب الفريكوانسي سكيل نفسه بقى احنا عايزين دلوقتي نريليت الديسكريت فريكوانسيز اللي احنا بنشوفها في الديسكريت فوري ترانسفورميشن بتاعنا او الديسكريت تايم فوري ترانسفورميشن، الديسكريت فوري ترانسفورميشن معنى صح يعني، للفاليوز الحقيقيه اللي موجوده في الدنيا. اوكي فاحنا دلوقتي لو بنعمل سامبلنج، اوكي السامبلنج بتاعنا ده بيخلي لنا الرينج بتاع الفريكوانسي بتاعنا من زيرو لغايه نص اف سامبلنج. يعني لو انا بعمل سامبلنج من مثلا يعني بعمل سامبل ب 100 هرتز، يبقى معنى كده ما توقعش يكون موجود عندي اكتر من 50 هرتز هنا في الفريكوانسي دومين، لان انا بيسكلي انا بقول ان انا بعمل سامبلنج بطريقه ما بتضيعليش ال ما بتضيعليش الفريك او ما بتعمليش اليسنج، فمعنى كده الماكسيمم فريكوانسي بتاعي اللي موجود لازم يبقى عباره عن اف سامبلنج على 2، لان احنا واخدين اف سامبلنج ان هي توايس اف ماكسيمم. اوكي عشان يبقى النايكوست موجود، اوكي نايكوست كرايتيريا موجود. لو انا حاطط المواصفات بتاعتي بالهرتز يبقى معنى كده يبقى عندي اف بي اللي هو الاف باس والاف ستوب هيبقوا الاثنين بالهرتز برضه. اوكي يبقى مثلا لو هنا مثلا 50 هرتز يبقى معنى كده ده ممكن يبقى 40، ده ممكن يبقى مثلا 20، اوكي 20 هرتز. لو انا خدت نفس الكلام هو هو بالريديان بير سكند، نفس المواصفات هي هي بالريديان بير سكند، يبقى معنى كده بدل ما بحط اف اس اللي هي تبقى بالهرتز بحط بقى الاوميجا اس اللي هي توايس باي اف اس عشان تبقى بالريديان بير سكند، يبقى كل حاجه بعد كده تبقى ريديان بير سكند. يبقى معنى كده انا بتكلم على الرينج بتاعي هنا ان هو في الاخر ما يعني بيوصل اقصى حاجه يبقى اوميجا اس على 2 براديان بير سكند. طب لو انا دلوقتي كنت واخدها سكيلد واخدها عباره عن حاجه اللي هي الاوميجا اللي هي بنتكلم على ديسكريت فوري ترانسفورميشن بقى اللي هو كان من 0 لغايه باي، عملت لها نورماليزيشن بتكلم على الاوميجا سمول دي اللي هي نورماليز فريكونسي ديسكريت فريكونسي سكيل، اوكي اللي هو عباره عن اوميجا تي اس كويس، ده بيرينج من 0 لغايه باي. اوكي من 0 لغايه باي معنى كده ان دي عباره عن اف سامبلنج على 2 مقابله الاف سامبلنج على 2، كل الفريكوانسيز الموجوده هنا بقى لازم تبقى اقل من باي، يعني ممكن دي تبقى مثلا 0.2 باي، دي تبقى مثلا 0.5 باي، ودي تبقى باي. اوكي يبقى كل الرينج بتاعنا هو عباره عن اوميجا بتاعتنا اللي هي الاوميجا الكبيره اللي هي بتاعت الفريكوانسي اللي احنا متعودين عليها في تي اس. لو انا خدت نفس السكيل ده بقى عملت له نورماليزيشن، يعني عملت خدت الاوميجا دي على باي بحيث خدت الماكسيمم فريكوانسي بتاعتي اللي هي عباره عن اوميجا ماكسيمم بتاعتي اللي هي اف اس على 2 خليتها بتساوي 1 او ايكويفالنت ل1، يبقى كل حاجه بعد كده هتبقى سكيلد بنفس الشكل. يعني معنى ان انا دلوقتي لو قلت ان انا السامبلنج فريكوانسي بتاعتي 100 والماكسيمم فريكوانسي كده بالتالي هتكون بتساوي 50، لو انا عايز الكات اوف فريكوانسي بتاعي يبقى 20 يبقى معنى كده 20 ريلاتيف ل 50 تبقى 0.4، يبقى احط هنا 0.4. اوكي لان 0.4 دي 0.4 ريلاتيف للواحد هي نفسها ال 20 ريلاتيف لل 50. اوكي كل الرينجز دي طبعا الشكل ده طبعا مهم جدا عشان لما نيجي نبص على نبص على السبيسيفيكيشن اللي احنا هنحطها عشان نحسب بيها الفلتر، كل دول ايكويفالنت لبعض وكل دول ايكويفالنت لبعض وكل دول ايكويفالنت لبعض. اوكي كل واحده فيهم بس بديفرنت يونتس. اوكي بنتكلم هنا على هرتز، بنتكلم هنا على راديان، بنتكلم هنا راديان بير سكند، بنتكلم هنا على راديان، بنتكلم هنا على ايه على النورمالايزد ايه فيرجن من الايه الراديان دي. اوكي دي برضه دي ملهاش وحدات. اوكي فاحنا بالنسبه لنا بنتكلم على ان احنا دلوقتي بنشوف الانتري بالنسبه للفلتر ديزاين سوفت وير بتاعنا محتاج ايه بالظبط ونعمل سكيلينج للفريكوانسي رينج بتاعنا يبقى بالشكل اللي هو محتاجه. يعني لو فرضا انا كنت بدخل الحاجه بتاعتي بالراديان اللي هي اوميجا اوميجا سمول اوميجا كويس، يبقى معنى كده هسكيل كل حاجه يبقى الماكسيمم فريكوانسي بتاعي يبقى باي، وعلى اساس كده احسب بقى ريلاتيفلي الباس باند او الباس الاوميجا باس بتاعتي بتساوي كام والاوميجا ستوب بتاعتي بتساوي كام، وعلى اساس كده ادخل الانتري بتاعي للايه للسوفت وير عشان احسب الفلتر.